بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، نبينا محمد المصطفى والآل والأخيار ومن وفى، وبعد، حياكم الله في هذا اللقاء بعد مضي سنوات وانقطاع عن اللقاءات الوجاهية. ها نحن نعود اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء وجاهي مع فاتحة الكتاب، مع محاضرة قيمة بعنوان الفاصلة القرآنية. وما أجمل أن نعود إلى المحاضرات الوجاهية مع هذا العنوان ومع أستاذ عظيم يقدم محاضرة نوعية في موضوع نوعي، الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد صالح، وهو عميد كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد سابقا، وتولى منصب وزارة الأوقاف في الجمهورية العراقية سابقا، كما أنه كان مدرسا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن، وله مؤلفات عديدة في جوانب مهمة في الأدب العربي واللغة والعروض، كان من أهمها تحقيق ديوان الحماسة لأبي تمام، وكانت له قراءات عروضية في المعلقات العشر، كما ألف مجموعة من الكتب. بدأت هذه السلسلة منذ عام 2019 حتى هذا الوقت، وكان قد أصدر مجموعة من الكتب في هذه السلسلة، كان من آخرها ربما تأويل القرآن الكريم بعادة العرب وسننهم في كلامهم، وهو الإصدار السابع في هذه السلسلة والخامس عشر في سلسلة الكتب التي ألفها منذ عام 1974. وقد تشرفت أن كنت مدرسا في قسم اللغة العربية في الفترة التي كان فيها أستاذنا الكريم مدرسا في قسم اللغة العربية في جامعة العلوم الإسلامية. أما موضوع المحاضرة عن الفاصلة القرآنية، فالقرآن كما هو معجز في مضمونه فهو معجز في أسلوبه، ومن أساليب القرآن المعجزة وتراكيبه المبدعة الكلمات التي تختتم بها آياته وتسمى فواصل القرآن. وقد ذكر عدد كبير من علماء القرآن الكريم هذه المسألة، لعل من أبرز من ذكرها من المتأخرين هو ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، وقت أن عرف الفاصلة القرآنية بأنها الكلمات التي تتماثل في أواخر حروفها أو تتقارب مع تماثل أو تقارب صيغ النطق بها. ولعلنا بكل تأكيد سنسمع إلى تعريف مفصل عن الفاصلة القرآنية وعن أنواعها وأشكالها وصيغها وما يتعلق بأهميتها من أستاذنا الكريم في هذه المحاضرة النوعية. فأهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم، وكلنا سنستمع إلى هذه المحاضرة القيمة بأذان مستمع. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتقدم بالشكر الجزيل إلى الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن على دعوتهم لي لتقديم هذه المحاضرة، وهي حول الفاصلة القرآنية. الفاصلة القرآنية الحديث عنها متشعب وفيه موضوعات مختلفة، ومن بين الكتب القرآنية السبعة التي أصدرتها أربع منها في الفاصلة. الأول في الفاصلة القرآنية كان يتحدث عن سبعة موضوعات مختلفة عن الفاصلة، والثاني عن ما جاء في الفاصلة بغير لسان قريش من العربي والأعجمي، لغات العرب والأعجمي وأثره في إقامة التوافق على الأعجمي، والكتاب الثالث في ظلال الفاصلة القرآنية، وهو جاء على عادة العرب، على فنون العرب في لغتهم. وهذا الكتاب الرابع هو أنظمة بناء فواصل رؤوس الآي في القرآن. هذا سأتحدث عنه يعني بشكل موسع بقدر ما
يسعفنا الوقت في هذه المحاضرة، وإلا فلا زالت يعني كم كتب عن الفاصلة القرآنية لا تزال هناك موضوعات جديرة بالكتابة، ربما يعني أكتبها إذا الله يسر في المستقبل. ولكن الآن سأتحدث عن هذا الكتاب. أول شيء يعني الفاصلة فد مقدمة بسيطة مدخل الموضوع، ذكروا أن الفاصلة لغة تعني الخرزة التي بين الخرزتين في النظام، والنظام هو السلك الذي تنتظم به في خرزات، فالتي تفصل بين مجموعة الخرزات يعني خرزة متميزة في حجمها تسمى الفاصلة، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح ذكروا بأنها حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعاني وفيها بلاغة، هي جزء من بلاغة القرآن، هذا يتفق عليه المفسرون والعلماء الذين عنوا بعلوم القرآن. مكان الفاصلة حددوه بالكلمة الأخيرة من الآية، هذا على بعضهم يعني بعض الآراء، وبعضهم يرى أنها تشمل الكلمة الأخيرة وتشمل أيضا رؤوس أو نهايات الجمل التي يوقف عليها داخل الآيات. أيضا هي في الوقت العارض الأحكام نبسة هنا وهنا. لكن الحديث عن الفواصل داخل الآيات أنا كتبت بحث عنه في الكتاب الأول، سميته الفواصل الداخلية والتشريع، ليست فيها عناية كبيرة بالتوافق فيما بينها مثل ما موجود بالفواصل الرئيسية، ولكن توجد في مكانات وذكرت هذه المكانات وأحصيت الفواصل الداخلية المتناغمة، ثم يعني نفيت أن تكون لها صلة بالتشريع البلاغة. البلاغة التشريع خاص بالشعر، وهو حقيقة أبيات مصنوعة على أوزان معينة، يحذفون من آخرها جملة معينة فتبقى على قافية أخرى غير القافية التي كانت موجودة قبل الحذف، وأيضا تصبح مجزوء للوزن الذي نظموا فيه. هذه خاصة بالشعر، لا علاقة للقرآن بهذه، القرآن لا نحذف منه ولا ولو طبعا أن بعض العلماء ذهبوا إلى وجودها في القرآن واستشهدوا بقوله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وذكروا أنه بحذف هذه التكرارات في الآية المكررة لا يحدث خلل. الحقيقة هذا كلام يعني أتعجب أن يخرج من علماء، لأنه لا يوجد في القرآن شيء بدون قصد وبدون غرض أو جاء اعتباطا، ما موجود هذا. هذه الآيات وإن تكررت بلفظ واحد لكن كل منها، على أصح الآراء طلعت عليها، كل منها له علاقة بالنعم التي ذكرت قبلها، فتختلف عن الأخرى بعلاقتها بما قبلها هكذا. فإذا نغادر موضوع الشعر، موضوع التشريع في الشعر. طبعا الذين ذهبوا إلى أن الفواصل الداخلية هي أيضا فواصل، قال أبو عمرو الداني يقول أما الفاصلة فهي الكلام التام المنفصل عما بعده، فقد يكون رأس آية أو غير ذلك، فكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية، يعني الداخلية هي أيضا. طبعا الداخلية أيضا فيها تقديم وتأخير تحدثت عنه، لأنه نظم، القرآن اتفقوا على أنه نظم ليس كلاما سرديا مثل ما واحد يتكلم أو يخطب، وإنما هو مقصود، والنظم عادة فيه ما فيه
من الوسائل التي تقوي السبك الألفاظ وتؤثر في المعاني. لفظ فاصلة هو خاص بالقرآن، هو قالوا القرآن لما سلب عنه اسم الشعر بقوله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون أوجب سلب القافية عنه لأنها في الشعر، وطبعا حتى اسم الديوان في الشعر في القرآن الكتاب أو القرآن، اسم السورة في القرآن في الشعر القصيدة، البيت في الشعر في القرآن الآية، القافية في الشعر تقابلها الفاصلة في الآيات، هكذا. ولم يجيزوا أن نسميه القافية مثلا حتى لا يتداخل، القرآن قرآن. وطبعا حينما سنتحدث عن الفاصلة، الفاصلة لها أوجه تتشابه فيها تشابه فيها القافية، ولكن فيها أوجه أخرى تخالف القافية، فلها شخصية خاصة بها، وهي أيضا تحدي، لأن الشعر يأتي على نمط واحد، وتأتي كل قصيدة على حرف روي واحد، والقصيدة لا يجوز أن يتبدل بها حرف الروي ولا الوزن، بينما الفاصلة القرآنية سنرى بعد قليل التفاصيل يعني كيف تختلف وكيف تتم. طبعا فسروا الذي ورد في القرآن ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، وأيضا آيات مفصلات كلاهما في الأعراف، فصلوا أكثر المفسرين أنه يقصد بها هو تبيين الحلال والحرام والتفاصيل الأخرى، لكن قسم من المفسرين قالوا يقصد الفواصل مفصلات، أي فيهن في الآيات كلها توجد الفواصل، هذا رأي أيضا موجود، وهذه يعني أسماء كثيرة هي موجودة على مقدمة الكتاب إذا واحد يطلع عليه التفاصيل كلها، ومن قال هكذا ومن قال هذا الرأي. طبعا مما تختلف به الفاصلة عن القافية أن الفاصلة لا يظهر جمالها وتناغمها مع جاراتها إلا بالوقوف عليها، حتى قالوا الفرق بين المنظوم والكلام غير المنظوم هو الفواصل، فمن أحسن الوقوف عليها أظهر جمال نظم القرآني، ومن واصل طبعا لو يواصل الإنسان ما يقف يعطيه الحركة المناسبة لحرف الروي ثم يكمل، لا تظهر الفاصلة ولا يظهر جمال الفاصلة، هكذا. هذا فرق كبير بين الشعر والقرآن، وكما سنرى وأن النسب سأذكر بين الشعر، لأن أنا هنا حينما وضعت بحسب تصوري طبعا واجتهادي الأنظمة التي تجمع فواصل القرآن كافة، قابلت بينها وبين مجموعة من القصائد الشعرية، أخذت عينة من 10 دواوين لشعراء جاهلين ومقضرمين تحتوي على أكثر من 8000 بيت، عملت إحصائية في كل شيء، كذلك وقفت على أقوال لواحد وعشرين من المتكلمين أيضا في الخطاب وفي الوصايا والحكم وغير ذلك، أيضا توجد في نهاياتها الأجزاء، والسجع أيضا هو في تنغيم. الجميع أسموها المقاطع أطلقوا عليها،
يعني العلماء حينما يتحدثون عن مقاطع الكلام يقصدون نهايات الكلام في القرآن وفي الشعر وفي النثر، كلها بهذا الاسم مقاطع. البلاغيون تحدثوا عن الفاصلة ولكن من زاوية البلاغة، فمن حيث توافقها واختلافها في الوزن قسموها إلى المتوازي، وهو أن تتفق الفاصلتان في الوزن وتختلف، أو تتفق الفاصلتان في الوزن وفي حرف الروي، مثل فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، فمرفوعة وموضوعة واضح الوزن وحرف الروي. والمتوازي تتفق في الوزن دون حرف الروي، مثل نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وغير ذلك من التقسيمات التي لها علاقة بالوزن وحرف الروي. ثم هناك تقسيمات أخرى بعلاقة الفاصلة المعنوية بما قبلها في الآية، أيضا هذه فيها تفاصيل التمكين والتوشيح والتصدير والإيغال وغير ذلك، أنا لا أريد أن أتحدث عنها، هذه مقدمة هي هكذا. ولكن لم أجد حديثا شاملا يشمل فواصل القرآن كافة، لم أجد من تحدث عن نظام يجمع هذه الفواصل. وطبعا الحديث عن القرآن الكريم لا يكون بمعزل عما ألفه العرب من استعمالات في الشعر وفي النثر، لذلك قوله إن أنزلناه قرآنا عربيا هذا معنى واسعا لا يشمل فقط النحو والصرف والألفاظ، بل يتعدى إلى دون ذلك. لذلك واحدة من الأمور هي كتابي الذي أصدرته قبل هذا، هو تأويل القرآن بعادة العرب وسننهم في كلامهم، يعني جمعت أكثر من 120 موضع ذكر المفسرون أنه جاء على عادة العرب في كلامهم، وإلا فهو كثير الذي جاء على عادة العرب في كلامهم، كثير أكثر من هذا، ولكن حتى يكون كتاب معقول اقتصرت على هذا. أضرب مثلا على ذلك، يعني حينما يروي في التنزيل قوله تعالى عن آل فرعون كم تركوا من جنات وعيون إلى آخره، ثم يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هنا ربما الإنسان يقف، يعني هل السماء تبكي على أحد؟ لماذا جاءت هذه هنا؟ ولكن هاي الغرابة تزول حينما يطلع أن هذا من كلام العرب، كان إذا مات فيهم عظيم أو ملك أو أمير أو شيخ أو أي واحد يحبونه يتصورون أن السماء والأرض تبكي عليه. والحديث الشريف جاء أيضا به بهذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن يموت في غربة ليس له بواكن إلا بكت عليه الأرض والسماء. هذا وجدته في مصدرين، يعني ليس في الصحاح ولا في الكتب. المهم هذا المعنى هو نفسه الذي ذكرناه، فهو استعمال، هذا واحد من الاستعمالات، فعادات العرب كثيرة. يعني أيضا ومن عاداتهم، أزيد مثال آخر، أنه حينما يحب شخصا يقول له أنت أخي صدق وأنت صديقي صدق. وجاء القرآن مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وجاءت قدم صدق أيضا في آيات أخرى. يقول علماء هذه هي عادة العرب، هكذا يتكلمون. فمجيء القرآن على عادات العرب هو قطع لحججهم، هذا القرآن عربي في كل تفاصيله.
طبعا هل كل فواصل تأتي متناغمة مع بعضها قبل أن ندخل في موضوع الأنظمة؟ نقول نعم، نقول لا، ليست كل فواصل تأتي متناغمة، هناك فواصل لم تتناغم مع ما يجاورها، هذه أسموها الفواصل المنفردة. يعني من ذلك نرى مثلا في سورة النساء في الآية الثانية تنتهي بعبارة إنه كان حوبا كبيرا، ثم الآية الثالثة التي بعدها تنتهي بعبارة ذلك أدنى ألا تعولوا، والتي بعدها فكلوا هنيئا مريئا، فالتي قبلها والتي بعدها من نظام واحد، لكن أن تعولوا هذه قطعت هذا التناغم. طبعا بعض المحدثين هناك آراء في موضوع الفاصلة، أسمعني من بعضهم يعني وهم أساتذة فضلاء أن القرآن الكريم لا يعتد في الفاصلة ولا يهتم الفاصلة، بل يضرب ويتعداها الفاصلة. الحقيقة هذا الكلام لا ينبغي أن يكون إلا بعد إحصاء، لذلك أنا يعني عنيف بالإحصاءات. أنتم تعرفون أن القرآن الكريم يحتوي على 6236 فاصلة، كم فاصلة جاءت غير متناغمة؟ تزيد على 100 قليلا، 111 فاصلة، هذا كم تشكل من النسبة؟ أقل من 1 من 100، 0.7 من 100، فهي قليلة جدا. وهذه يعني تفسيرها أن القرآن يعني يهتم بالمعاني بالألفاظ، فحينما يقتضي السياق القرآني أن يأتي بكلمة في الآخر لا تتناغم يأتي، لأنها هي أفضل من غيرها. فهذا ليس معناه أن القرآن يضرب أو يتخطى الفاصلة، وأيضا هذا هو أيضا جانب إعجازي مما يفرق الفواصل عن الشعر. القصائد الشعرية كلها تأتي على حرف روين واحد، ميمية بائية إلى آخره. القرآن الكريم لم يلتزم أمور كثيرة، منها حرف الروي، هو بين الالتزام وعدمه يلتزم به في أماكن وفي أماكن يخالف بينها. كذلك الفواصل تأتي متناغمة بالأكثر في النسبة الكبيرة اللي ذكرتها، وتأتي أيضا غير متناغمة منفصلة، هذا خلاف القرآن مع الشعر. هناك موضوع آخر تحدث عنه العلماء، خروج نظم الآية عن المألوف لمراعاة الفواصل. هذا موضوع مراعاة الفواصل والتمسك بمراعاة الفواصل، هو نفس الكلام عن أن القرآن لا يهتم بالفواصل، يعني هذا غير دقيق وذلك غير دقيق، كلاهما غير دقيق. القرآن يحدث فيه تغيير، تقديم وتأخير، وخاصة في الأسماء المتقابلة مثل الليل والنهار، الشمس والقمر وغير ذلك، معروفة أسماء المفسرون المتقابلة، هي تأتي وفق تسلسل بالقرآن، لكن أحيانا تجد المتقدم متأخر إلى الفاصلة، متأخر إلى الفاصلة، فهذا ليس من أجل فاصلة تأخر وحدها. أنا أقول ليس من أجل الفاصلة وحدها، فاصلة واقتضاء المعنى، لأن المعنى يكون الحديث في الآية حينما يكون عن المتأخر يتقدم هذا المتأخر لأنه يكتسب أهمية أكثر، ومعروف هم العلماء يقولون التقديم للأهمية يكون. فهنا نقل السيوطي عن الشيخ الصانع أنه أحصى من الأحكام التي وقعت في آخر الآية ما يليف على 40 موضعا، السيوطي ذكرها في الإتقان في علوم القرآن في الصفحة 613. حقيقة هذا الموضوع مثل ما ذكرت يعني الذي خرجت به من دراستي الفواصل،
أن كل كلمة تأتي في سياق الآيات لها معنى واحد، هي جزء من المعنى الكلي للسياق، ولكن الفاصل الكلمة التي تأتي آخر الآية لها معنيان أو لها مهمتان. المهمة الأولى هي المهمة نفسها التي ركزتها، أي أيضا جزء من السياق، والثانية فيها تواصل عمودي، الأول أفقي مع ما سبقها من الكلمات، هذا عمودي مع الفواصل التي تجاورها في النغم وفي الوزن وفي أمور أخرى سأتحدث عنها. فإذا هذه التي ذكروها الحقيقة هي أشبه ب يعني واحد ربما يفهم منها أنها ضرورات، والقرآن الكريم بعيد عن الضرورة أيضا، لا تحكمه الضرورة، الضرورة تحكمنا إحنا البشر، نعجز أحيانا عن الإيتاء بالقافية بالشعر، وطبعا الشعراء يعرفون أن أصعب شيء عند الشعراء هو القافية، القافية بسبب أيضا لها هاتان الوظيفتان، فيختلفون الشعراء فيما بينهم بقوة القافية، هل هي قوية تناسب المعنى وتناسب التوافق، أم هي ضعيفة معنى جيء بها فقط من أجل يعني إكمال البيت بيت الشعري. هذه مسألة يعني الشعراء الكبار دائما يحسنون الفواصل، متنبي وغير متنبي، شعراء جاهلية العفو القوافي يعني يحسنون اختيار القوافي. وأذكر أن أستاذنا الشيخ صفاء خلوصي رحمه الله، رجل درسنا في أروه ودرسنا أدب عباسي، يذكر في رواية لم أطلع عليها بكتب ما وقفت عليها، لكن هو يبدو سمعها من آخرين، يقول شوقي هو شاعر كبير، كان حينما يقرأ ديوان شاعر أسبق منه إلى العصر الجاهلي يأتي بمسطرة ويضعها على القوافي، يغطي القوافي ويقرأ كل بيت ويأتي من عنده بقافية، ثم بعد ذلك يرفع المسطرة ليرى قافية الشاعر، فكثيرا ما كان يأتي بقواف أفضل مما جاء به الشعراء، ولكنه توقف عند المتنبي، لم يستطع أن يأتي بأفضل مما جاء به المتنبي. أيضا رأيت أن الحديث الذي تحدث به البلاغيون هو حديث جزئي يعني جمالي، فيه أمثلة منتخبة تخص الوزن والقافية أمثلة عليه، ولكن لا يشكل نظاما موجودا في آية القرآن جميعا، هذا موضوع. لذلك كان لابد أن أقترح أنظمة، لذلك حينما استقرأت القرآن ولاحظت الفواصل الحقيقة استقرأت الأنظمة لما له علاقة بقواعد التلاوة، لأن القرآن يتلى، وتعرفون أن الفواصل لها نصيب من قواعد التلاوة في الوقف العارض، فيها مد، حروف المد من حركتين إلى ست حركات، وهذا التفاوت هو بحسب سرعة القراءة، يعني البطيئة والمتوسطة والسريعة، يختار المقرئ يعني الزمن. هذا يعطي جمالية كبيرة على توافق التواصل، هنا مد وقبله مد وبعده مد، إضافة إلى عناصر أخرى سأذكرها. حروف المد معلومة هي حروف العلة الواو والياء والألف، بشرط أن تأتي الحركة ما قبلها تكون حركة مجانسة لها، الألف قبله فتحة ولا يكون إلا فتحة الألف، والياء قبله كسرة، والواو قبله ضمة، هذه حروف المد. عندنا حروف اللين مقتصرة على الواو والياء، يأتي ما قبلها مفتوحا غير متناغم معها، لذلك توجد مشكلة بالمدود،
الحركة غير مجانسة، ما يأخذ المد مداها، تكون غير جميلة. لهذا القرآن الكريم تحاشى هذه، هي في الشعر موجودة في قصائد، ولكن هي أقل من قصائد المد. قصائد اللين موجودة وأيضا تتناوب بين الواو والياء، واللين يختلف عن المد بالمخرج وبالحركة التي قبله وفوارق أخرى ذكرها علماء التجويد. لذلك لا يتناغم هذا مع هذا. القرآن جاء بثماني فواصل من هذا النوع، ثلاث منها في سورة البلد، جاءت ثلاث فواصل متقاربة متناغمة مع بعضها. ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه النجدين. لاحظوا هاي المثنى، المثنى ليس له مكان إلا هنا، لأن ياءه ياء لين. لذلك سأتحدث بعد قليل عن الأسلوب القرآني كيف يتحول من المثنى إلى الجمع، لأنه لو أتى بالمثنى سيقطع هذا التناغم. نعم. أود أن أذكر أن دكتور صفاء خروجي في كتابه فن التقطيع الشعري والقافية ذكر أن المستشرق قرينوت الفرنسي عاب على الشعر العربي أنه يجمع في قافية واحدة بين المد بالياء والواو. طبعا هذا الاعتراض ينسحب على القرآن، أيضا جمع في نظام قافية واحدة بين الواو والياء، وهو يعني رأي غريب. أولا هو ليست عندهم قوافل حتى يتكلم عن القافية، القافية عندهم غير ملزمة، والأمة العربية سبقت الأمم الأخرى بالقافية، وهذه ذوق أمة. هذا الأمة استذوقوا هذا التشاكل بين المد بين الياء والواو، استذوقوه واستحسنوه وطلبوا له. لذلك القرآن جاء راعى هذا الذوق. هذه أيضا هي من عروبة القرآن، من الأساليب العربية التي جاء بها القرآن. طبعا هذا المد والياء حينما تأتي لتردف حرف الروي، الترادف باللغة معناه التتابع، أو الراكب الذي يركب خلف الراكب. ولكنهم ذكروا يعني هذا بكلام أقل دقة من هذا المعنى، قالوا يعني حرف المد هو حرف يسبق حرف الروي، طبعا يتناقض مع تعريفكم يعني، ومن أصحاب معجمات تقلت الراكب خلف الراكب، كيف يسبقه؟ لا يسبقه، هذا لم يعد ترادفا. والحقيقة يعني أنا اجتهدت في أن أفسر أن اتجاه السطر العربي من اليمين إلى الشمال، فالشمال هو الأمام وما كان على اليمين هو الخلف. لذلك حينما يأتي حرف الروي في الشعر أو حرف الروي في القرآن يأتي على عن يمينه فهو خلفه، أيضا هو خلفه، يعني هو تخريج حقيقة واجتهاد، لا أعرف مدى إصابتي له أو لا. الأنظمة ثلاثة، نظامان لها علاقة بالوجود، ونظام آخر للفواصل التي لم تأتي بها مدود. نظام المدود هو حرف الروي المسبوق بالواو والياء، هذا بالنظام الأول. وفي النظام الثاني وضعت حرف الروي المسبوق بالألف، الألف غير الياء والواو ولا يتداخلان، لا يأتيان ضمن قصيدة واحدة بالشعر العربي ولا ضمن نظام واحد في القرآن. والسبب لأن قوة المد في الألف أقوى من قوة المد في الواو والياء، هذا هو السبب. هذا أبو علي الفارسي يعني هالشكل ذهب وتابعه علماء آخرون.
فكان النظام الأول هو حرف الروي المردوف بالياء أو الواو لأنه هو الأغلب الأعم، لذلك وضعته أولا. وأيضا ما يوقف على حرف رويه بالسكون في الوقف العارض، المؤمنون مثلا، هذا هو النظام الأول. النظام الثاني لا يكون حرف الروي آخرا وإنما يلحقه الألف، كريمة رحيمة مثلا، هو نفس النظام أيضا مردف بالواو أو الياء، ولكن حرف الروي يتبعه ألف الإلحاق أو الضمير أو غير ذلك. الذي يوقف على حرف رويه بالسكون أسميته النظام، أصل النظام، وما يزاد عليه على حرف الروي أسميته الملحق بالنظام. وعملت إحصائية للقرآن الكريم أينما عن ورود هذا النوع في سور القرآن كافة، وأعطيت هذا في الكتاب اللي موجود هنا أربع نسخ منه وأتركها للجمعية تتصرف بها. كيف تتناغم الفواصل فيما بينها؟ في النظام الأول تحدثت عن ذلك لأنه يقتضي الحديث عنه مع كل نظام، بس حتى لا أكرر عن النظامين الآخرين، هو نفسه الحديث. كيف يحصل هذا التناغم؟ يعني القدماء ذكروا أن الفاصلة هي آخر كلمة في الآية. طيب الكلمات تختلف فيما بينها في عدد الأصوات، عدد حروفها، من ثلاث، من أربع، من خمس، هل تتناغم الأربعة مع الثلاثة والخمسة مع الأربعة ومع الثلاثة؟ يعني كلام هو يعني بعيد عن أن نحدد التناغم أين هو. والحقيقة لم أجد إشارة عند أحد إلى هذه، حتى لما وجدت الروماني يعرف الفاصلة بأنها يعني متشاكلة المقاطع، ظننت يعني أني قصدت بغيتي هذه، وإذا به لا يقصد المقاطع إلا نهايات الكلام مثل ما ذكرت لكم، لا علاقة له. الحقيقة يعني الذي في اجتهادي أنا رأيت أن التناغم هو مجموعة المقاطع القصيرة الصوتية القصيرة والطويلة التي ترد في هذه الفواصل ضمن النظام تتناغم، فتتناغم هي ضمن أربع مقاطع، ثلاثة طويلة، مقطع طويل. مقطع الطويل هو الذي يتكون من حرفين، الأول متحرك والثاني ساكن، والقصير يتألف من حرف واحد متحرك، هذا في علم العروض. وكل كلام نتحدث به إحنا إذا كان كلام فصيحا نقطعه، سيتألف من مقاطع قصيرة ومقاطع طويلة، ومنه القرآن أيضا يتألف من مقاطع قصيرة ومقاطع طويلة، وهذا ينسحب على الفاصلة مقاطع قصيرة وطويلة. المقاطع القصيرة الأربعة هي عفوا المقاطع الصوتية الأربعة، ثلاث منها طويلة وواحد قصير، القصير هو الثاني، يعني طويل قصير طويل طويل. فهذه يقابلها بالتقطيع الشعري فاعلات فاعلات. ونحن إذا وقفنا حينما نقف، وهذا الذي يوقف عليه هو الأغلب العام في القرآن الكريم، حينما نقف عليه يصبح فاعلات. فهذه الفاعلات يعني التشكيلة التي تحدثها تقطيع فاعلات تتكرر، هذا سميناه الوزن. يعني قوله تعالى في سورة البقرة: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاعلات من تبدأ؟ تعلمون، يعني لا لا تدخل فيها، فكلمة تعلمون. وأيضا في الآية التي تليها قوله تعالى: وأصحاب النار هم فيها خالدون، أيضا تقابل فاعلات في التقطيع. وقوله تعالى في الآية التي تليها:
أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تبدأ من الراء غفور رحيم، الراء الثانية قبل رحيم، فإذا هنا حدود للفاصلة، ليست كلمة، هي كلمة هنا وجزء مما قبلها، قبلها كلمة، وقد تكون في أمثلة أخرى أقل من كلمة، لأن بمقياس هذه المقاطع الصوتية الأربعة. طيب، أما العناصر، عناصر التناغم، هو أولا الوقوف على حرف الروي بالسكون، حينما نقف بالسكون على فاصلة الآية، وتأتي الآية بعدها ونقف عليها بالسكون، ثم نقف بالسكون على التي تليها، هذا سيحدث نوع من التوافق، هذا أحد عناصر التناغم. ثم الثاني هو حرف المد، وطبعا هذا المد هو أقوى العناصر الأربعة التي أراها، وهذا المد فيه جمالية تضفي على التلاوة نوعا من الجمال ومن الخشوع، بسبب أن القرآن يتلى، لا يقرأ كما تقرأ الكتب الأخرى. العنصر الثالث أن حرف المد مسبوق بحركة تناسبه، هذا أيضا نوع من التناغم، وهذا يسهل المد. كذلك اشتراكها كلها بالوزن، هذه أربع عناصر. ثم نأتي إلى حرف الروي، حرف الروي بالشعر هو أساسي بالتناغم، فيقولون هذه القصيدة ميمية وهذه يائية وهذه بائية، استنادا إلى حرف الروي الموحد في القصيدة كلها. في القرآن الكريم لا يوجد التزام تام بحروف الروي ولا إلغاء تام، فهي بين الالتزام وبين عدمه، التزمت في مواضع ولم تلتزم في مواضع أخرى، وهذه واحدة من الفروق التي تجعل الفاصلة شخصية تختلف عن القافية. طبعا إذا تماثل حرف الروي فأنا عددته عنصرا خامسا مضافا، هو ممتاز إذا تماثل، ولكن لا أشترط تماثله، لأنه القرآن لا يجري على هذا في كل المواضع حتى نعده أحد العناصر. والسبب أيضا سبب فني، حرف الروي بالشعر، والإخوان الشعراء يعرفون، الدكتور عبد الودود الأستاذ في الشعر يعرف هذا، أن الشعر ينقسم القوافي إلى قسمين، قوافي مطلقة وهي الذي يأتي حرف الروي محركا بحسب موقع الإعرابي، مضموم، مفتوح، مكسور، ونوع آخر مقيد يشبه القافية حينما نقف عليها. هذا المقيد بالشعر هو قليل، وقليل جدا، نسبته 11 من المئة، يعني بالإحصاء اللي أنا أجريته على أكثر من 8000 بيت في عند الشعراء الـ10، بالقرآن 89 نسبته، لأنه الأصل هو الوقوف على الفاصلة كما ذكرت. في الشعر لا، هذا ثانوي، الشاعر حتى ينوع يأتي ببعض يعني قوافيه على نظام تقييد يسكن، طبعا هو أسهل له حتى يتساوى عنده المرفوع والمنصوب والمجرور، ومع ذلك هو قليل بالشعر، لأن الشعر يعني يتغنى به، وهذه الحروف التي على حركة حرف الروي يمدونها، العرب يتغنون يمدون بها يترنمون بها، كما يذكر سيبويه، يذكر في أحد مواضعه من الكتاب. فإذا الشعر الأصل به الحركة، القرآن الأصل في قراءته وجماله هو السكون.
طبعاً هنا يبرز السؤال، يعني هذه السورة تأتي على نظام واحد قبل أن تنتقل إلى الأنظمة الأخرى، هل تأتي السورة على نظام واحد؟ هذا أيضاً يعني فيه التزام وعدم الالتزام. الرحمن. نعم، السورة الطويلة الرحمن فيها 78 فاصلة، 75 منها هي تأتي على حرف واحد متناغمة يعني ووزن واحد، ولكن الثلاثة الأخرى تختلف، كل يوم هو في شأن، مثلا هذه انتقلت إلى النظام الثالث، وفي إحدى الآيات رب المشرقين ورب المغربين جاءت بحرف الليل منفردة طبعا ولكنها متناغمة مع ما سبقها، رب المشرقين وتستطيع أن تقف ورب المغربين، شوف هذا التناغم، تناغمت مع الفاصلة الأخيرة، ولكن من جنسها حرف اللين لا يتناغم إلا مع اللين، هو هذا موضع من مواضع الثمانية اللي ذكرتها في سورة الرحمن. سورة الرحمن على الألف اللي هو النظام الثاني، فتأخذ سورة البقرة يعني هي 286 آية يعني بعددها الفواصل، 18 آية أو فاصلة جاءت على الألف بنظام آخر، هذا لا يضير لأن هذه التي جاءت على الألف لا تأتي متناثرة داخل السورة، تأتي مجتمعة مع بعضها، فأنت في نظام الأول نظام الردب بالواو والياء إلى مقدار، ثم تأتي بعد ذلك إلى نظام آخر ينتقل الألف في هذا العدد ليس كبيرا هو، ثم يعود مرة ثانية، وحتى هذه العودة ليست مرة واحدة، تأتي كم آية ثم يعود إلى النظام الأصلي، ثم تأتي كم آية وبعدها يعود إلى النظام الأصلي، فأيضا هي قد الآية تحتوي على أكثر من نظام، السورة العفو على أكثر من نظام، لأن سور أخرى تأتي على نظام واحد، يعني مثلا سورة القمر على النظام الثالث غير المردوف، وعلى نظام التزام فيه حرف الروي الراء من أول فاصلة إلى آخرها، وطبعا هذا إلى أسباب، يعني لماذا هناك التزم الراء؟ لأن عناصر في النظام الثالث غير المردوف تكون عناصر التناغم أقل بكثير، أقل من هذه الأربعة، مرات نجد عنصرين أو عنصرا واحدا إذا اختلف حرف الروي يكون فقط الوزن، فحتى يقوى يعني واحد من الأسباب، مو هذا بالضرورة على السبب، فبتوحيد الفاصلة كلها على الراء أصبح هناك عنصر ثاني يقوي الصلة بين الفواصل بالتناغم. كم صار لنا؟ دقائق هاي قصيرة. على كل حال الملحق هو أنا حضرت حتى أمثلة، ولكن دائما الزمن لا يسعف، الملحق هو ما لحق حرف الروي حروف أخرى. النظام الثاني هو نظام الردب بالألف، أيضا الوقوف على السكون هذا أصل النظام، وإذا لحقه الألف أو الضمير أو غير ذلك هذا ملحق بالنظام. النظام الثالث هو الفواصل غير المردفة، لا يوجد قبل حرف الروي ردف، طبعا هذا الإخوان المقرئين يعرفون أن هذا أصعب بالوقوف عليه من النظامين السابقين، صعب الوقوف عليه، لذلك هو يعرف بشكل فني كيف يقف، كأنه يعني يشدد على أول كلمة ثم يقف. سألخص موضوع واحد فقط، يعني في موضوعات كثيرة جدا، يعني وكل موضوع لازم عليه محاضرة حقيقة. المفسرون في قولي في فواصل سورة الأحزاب الظنونة والسبيلة والرسولة لحقتها الألف
فتفسيرهم لهذا كيف فسروا؟ قالوا لأن الفواصل تجري مجرى القوافي أكثر من 30 من العلماء ذكرت أسماءهم وسلسلتها بحسب تسلسل وفياتهم يذكرون أنها تجري مجرى القوافي، لأن القوافي هي مشكلتها أنها فيها على التعريف ولحقتها الألف. الحقيقة هذا استثنائي في القرآن، لأن التي فيها ألف التعريف ومفتوحة حرف الروي في القرآن في الأسلوب القرآن لا يلحقها الألف، وهذا في أكثر من 3000 فاصلة يأتي في القرآن. من جملتها يعني جمع مذكر سالم بالفواصل النونية مفتوح النون، وهو حتى إذا كان نكرة يأتي لا يلحقه الألف، تقف عليه بالسكون. وهي أعدادها كثيرة، هي الأفعال الخمسة حينما تأتي كلها كتوان يستغرب أن كيف تجري مجرى الفواصل. هاي بهاي النقطة جرت، لأن الذي يلحقه الألف بشعر أيضا يطلقونه يعني ما يقفون عليه بالسكون، بينما في كلام العرب يقفون عليه بالسكون. فالشعر أو الفواصل هي أقرب إلى كلام العرب من القوافي. فالكلام حقيقة غير دقيق، فلذلك أنا يعني هذا الكلام رددت عليه. ويبدو أن سبب الإلحاق يعني التفسير المقنع عند المحدثين وجدته هو أن هذه الألف لحقت ليس لتشاكل المقاطع، وإلا عندنا في الفاصلة الرابعة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، شوف مفتوحة ولم تلحق الألف، لم تلحقها، هو الأصل في القرآن هكذا، ولكن هناك يقولون لحقت الألف لأنهم في موضع اضطراب وموضع تكاد الروح تخرج من الحناجر فيه، لاحظوا في موضع العذاب. فالألف هي فيها شيء من امتصاص الحزن، لذلك جاءت عندنا في المواضيع النحوية في الندبة وفي الاستغاثة لم يأتي لا الواو ولا الياء، جاءت الألف وهي المد قوي، هو هذا السر. فهنا دلالة الآيات والكلام كثير بها، وهذا تفسير معقول جدا دون أن نتدخل في الأنظمة ونقول هذا جاء على القوافي. أكتفي بهذا القدر، والحديث عن الفاصلة هو متشعب وتوجد جوانب كثيرة، يمكن في المحاضرة الأولى تحدثت أكثر من هذا الموضوع، ولكن هذا يكفي. أشكركم على حسن استماعكم. باسمكم جميعا نتقدم من أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم صالح الشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن أستاذنا يكتنز الكثير جدا من القضايا التي ما زالت في أوراقه مدونة، ولا شك أنه قد أثار في هذه الفتاة البديعية وهذه التصورات قد فتح أفاقا كثيرة للمعرفة وللأسئلة. سنترك المجال لأسئلتكم، ولكن نأمل من حضراتكم المتداخل أن يذكر اسمه ومكان عمله إذا رغب بذلك. سنسجل المشاركات أولا ثم بعد ذلك يجيب عنها أستاذنا الفاضل بصورة يعني كلية. نأخذ ابتداء مع الدكتور محمد زكي خضر. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الدكتور عبد المنعم على هذه المحاضرة القيمة والتي تختزن كثيرا من المعرفة في هذا المجال. أود أن أشير إلى بحث نشرته عن حرف الفاصلة القرآنية، يعني الحرف الأخير، فوجدت أن حرفي الخاء والغين غير موجودات في أي من حروف الفاصلة القرآنية الأخير. الغين موجود بس الخاء غير موجود، موجود للغين يعني في مثل في فاصلة واحدة.
حرف الإحصاء موجود. نعم. الضاد وال. أنت مسيب يعني هذه أضعف الفواصل. الضاد والحاء مرة واحدة، الثاء والذال والشين مرتين، ولكن حرف النون 3114. هناك تكرار في الكلمات أيضا. قال طارق عن الإطلاقية كرر الكلمات. وأحيانا في الآية المجاورة يعني ليس بعيدا. كما أن هناك كلمات في القرآن الكريم لم ترد إلا في الفاصلة القرآنية. يعني هناك عدد كبير من الكلمات القرآنية لم ترد إلا في الفاصلة القرآنية. المثال الذي ضربته عن تعول والذي ينتهي بألف واو الجماعة. إيه هذا تعول. لو وذكرت بأنه هناك 111 شاذ لما لا تتناغم فإذا أخذنا المصحف بالرسم العثماني سيقول هذا العدد، لأنه تعول. احنا التزمنا بقراءة عاصم وتقسيمات الحديثة يعني. تعول تنتهي بالألف بالألف واو وألف ألف واو الجماعة، ففي هذه الحالة أظن بأنه سينقص العدد إلى أقل من ذلك. وشكرا. جزاك الله خير. دكتور أعلق عليها الآن. ممكن نأخذ الأسئلة ونترك لكم المجال. طيب بس حتى نسجل الأسماء لأن حتى نعرف عدد المداخلات. دكتور الكريم، الاسم الكريم. دكتور عبد الودود القيسي. دكتور عبد الودود. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الودود القيسي. أنا كنت سأسجل الأسماء المشاركة حتى ندرك كم الوقت حتى نعطي دكتور راشد شهوان. كمان محمود مراوي. دكتور عبد الرحمن السالك. دكتورة إلهام أبو عيشة. الدكتور رضا التاج. هل هناك مشاركات أخرى أو مداخلات؟ طيب إذا نعطي دقيقتين لكل مداخلة حتى يعني نتمكن من إنهاء المحاضرة في الوقت المحدد. دكتور عبد الودود القيسي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله بأستاذنا الكريم الأستاذ دكتور عبد المنعم أحمد صالح، وأنا أستقي منه الكثير. أنا أرى أن العرب سابقا لم يكن عندهم صعوبة فقط بالقافية أستاذي، ولكن الوزن ايضا. هناك ايضا رايت في بعض الشعراء العرب القدماء اساسا بعض الزحافات، وكانت قليله حقيقه يعني. اما الملاحظه حول الشعر الاجنبي، هم اساسا لا يعرفون الوزن والقافيه، وانما هو عباره عن نثر بما يسمى الان هذا الشعر الدخيل الذي امقته حقيقه، لست فقط لا احبه، الذي يسمى الشعر الحر. لماذا يسمى شعر وهو لا 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 فيه لا وزن ولا قافيه؟ عباره عن نثر وليس بشعراء. نعم. فهذا النقطه الثالثه الاخيره، انه ارى ان الشعر العربي هو تعليم رباني استنادا للآية الكريمه التي قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر. اذا الشعر تعليم رباني. يعني أنا لست أرى لنفسي فقط، هناك كثيرين من الأطباء مثلي هم شعراء، وأنا ولو أكون من الشعراء البسيطين، ولكن أتيت بالشعر بتعليم رباني، لم أدرس الشعر على سليم، ودرست دراستي كلها باللغة الإنجليزية إلى أن تخصصت في إنجلترا باللغة الإنجليزية، ولكنه جذر في طبيعة الإنسان، فهو تعليم رباني استناد إلى قوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي. وأشكرك. شكرا دكتور كريم. دكتور راشد شهوان. بسم الله الرحمن الرحيم. بس نرفع صوت قليلا عشان تسجيل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا نافعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصواب والسداد في القول والعمل وفي الأمور كلها. قلتي وحبتي أنا يعني مداخلتي انبثقت من قول أستاذنا الفاضل المحاضر الذي أفاد وأجاد بارك الله فيه، وهو يعني أن القرآن عربي بكل تفاصيله. يعني اللي بدي أسأل أنا
يعني هل اللغة العربية نزلت من السماء كما تنزل الأحكام على الأنبياء، أم أنها كما يقول علماء الاجتماع الأنثروبولوجية أنها نبعت من الأرض؟ وعلى هذا الحقيقة عندما نقول القرآن عربي بكل تفاصيله، وجاء يعني القرآن على يعني أسلوب العرب إلى آخره، فإحنا لو فهمنا هذه الجزئية يعني نستطيع أن نركب الكلام على بعضه البعض ونفهم الحيثيات ويعني كلام فيما بعده، وجزاك الله خيرا. شكرا دكتور راشد. دكتور محمود مرعي. أنا احتراما لأستاذنا أريد أن أتكلم وأنا واقف. حياك الله سيدي، تفضل. الفاصلة الداخلية والفاصلة الخارجية، أو الفاصلة التي تكون في نهاية الآية، والفاصلة الداخلية عندنا يعني آية صفحة كاملة آية الدين، يعني يستحيل أن يقرأها 99% من المسلمين بنفسين أو ثلاثة، وإنما يعني بدقيقة أو دقيقتين. فلذلك هناك الفاصلة الداخلية. إذا كان عدد الفواصل بعدد الآيات، فإن عدد الفواصل الكامل الداخلية والخارجية رؤوس الآيات قد يتعدى 20,000 على سبيل المثال. فالوقف عندما يكون تاما، وأنا لا أريد يعني إنما أريد أن أعرج تعريج الوقف، قال ابن الجزر رحمه الله، قال فالوقف فاللفظ إن تم ولا تعلق، لا تعلق لما قبله بما بعده، فاللفظ إن تم ولا تعلق تام، وهذا معنى الفاصلة، أن تكون أين تكون الفاصلة تام، وكاف إن بمعنى علق، يكون كافي إذا كان تعلق ما بعده بما قبله. قف وابتدأ وإن بلفظ، هذا في الألفية، قف وابتدأ وإن بلفظ فحسن، وقل قف وابتدأ وإن بلفظ فحسن، وإن لا تفعلها فالوقف أتم. على أي حال قد نسيت الآن، لكن نقول إذا هو فاصلة داخلية مهمة جدا ويقف عليها معظم الناس، ولا بد من الوقوف، لأن هناك بعض الوقوف خطأ وهناك بعض الوقوف حرام. لذلك دائما عند أقوال الكافرين والمنافقين والطغاة أنتقن قالوا ويقولون بما بعدها أفضل، وإن كان في بعض الآيات القرآنية ما يقولون، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا فرعون صحيح، يعني ليس فيه حرمة يعني، لكن أنا ربكم الأعلى، ما يجوز تقرنها بما بكلمة قال أو يقول. هذه واحدة. وثانيا بالنسبة للوقف أيضا، كمان أيضا الفاصلة، نقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ونحن نعرف أن هذه الآيات نزلت في بني إسرائيل وفي تيههم، إذا قرأناها فإنها محرمة عليهم ووقفنا، والوقف جائز، تعانق وقف، إذا وقفنا عليها قال فإنها محرمة عليهم، وقلنا 40 سنة يتيهون في الأرض، فهي محرمة عليهم دائما، ولكن في هذه 40 سنة هذه مدة التيه، هذه مدة التيه، ولكن إذا قرأناها بما يجوز أيضا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، إذا مدة التحريف صارت 40 سنة، فمن الأقوى في التلاوة؟ أنت تقرأ وتأخذ لب المتلقي والسامع حتى يفهم ما تريده أنت أو تفسير الآية. قال أنا أقرأها مثلا، قال فإنها محرمة عليهم، وأقف وأتنفس، خصوصا 40 سنة يتيهون في الأرض، لأن هذه إن شاء الله راجعة للمسلمين إن شاء الله. الموضوع الأخير وهو أن هناك قد يكون يعني لبعض الناس يكون عدم تناغم في الوقف أو في الفاصلة، عدم تناغم، هذا عدم التناغم يعني ممكن يكون يعني لفظيا تقول عدم تناغم، لكن هذا القرآن معجز، هذا نزل من عند الله سبحانه وتعالى، إذا في شيء احنا ممكن ما نكون نعرفه، يعني مثلا في سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، كلها ألف بألف ألف مقصورة كمان. نعم. حتى فأما بنعمة ربك فأما اليتيم فلا تقهر، ساكن راحت الألف، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، ساكن. نعم. وكأن الأولى
مهما عملت أنت ومهما عملت مهما عملت اللي فيها الألف هذه فيها الطول فيها النفس فيها الهمس قد يكون قال حتى تأتي في النهاية الأوامر والنواهي بالنسبة للوضوء الفلاني لا تفعل بالنسبة للوضوء الفلاني لا تفعل بالنسبة ما بنعمة ربك فحد أنا لا أطيل إن شاء الله انتهى وقتك سيدي بزيادة دقيقتين. خليك يعني خليك جاي مكان بعيد يعني. خلي يسمع أستاذنا. أنا قارئ القرآن على القراءات العشر. ما شاء الله. وطبيب فأرجو أن تسمعوا هذا أنا كل يوم شغلي القرآن الكريم. الله يبارك فيك. طيب في دقيقتين جديدتين يعني. تفضل. إذا يسمحوا لي. يلا تفضل. عبد الله. دكتور عفوا فين حقنا في ال. طيب تفضل يا. ما شاء الله. حرف الروي. حرف الروي نحن نقول في الشعر حرف روي يعني تجاوزا ممكن نقول عن الفاصلة حرف روي لكن تجاوزا ليس له يعني ليس له مصطلح فلا بد من إيجاد مصطلح للقرآن الكريم يعني يقف بمنزلة القرآن الكريم عما نقول يعني حرف روي عن نهاية حرف في القرآن الكريم يعني أراها يعني كان عجزنا عن إيجاد هذا الحرف لابد من هذه الموضوع هذا أن نجد نقول الفاصلة حرف الفاصلة حرف الوقف نسمح للوقف نعطيه نجعل حرف الوقف هذا أما نقول عنه حرف روي هذا موجود في الشعر وإحنا عرفنا الشعر إذا كان القراء قديما القراء كانوا يقولون أنه لابد من يكون إما حذر وإما تدوير أو توسط يعني وإما ترتيل أو تحقيق فإذا بالنسبة إذا كانوا يقرأ بأقل من الحذر بسرعة يعني بأقل من الحذر قالوا هذا لا يجوز وهذا يسمى هدرمة اعترض القراء قالوا هل هدرمة تكون في الشعر ولا تكون في تلاوة القرآن الكريم فمن باب أولى على هذا المنوال يعني أن لا نقول عن يعني حرف الروي ورد عنه كثير والأستاذ على رأسي وعيني ولكن هذه لابد من إيجاد مصطلح آخر على غير حرف الروي نعم آخرة ممكن في المقامات يعني احنا عدا عن التلاوة في يعني نقرأ هذه الآية بالمقام الفلاني تعطيك كأنها معنى تشعرك بشيء معين تقرأها بالمقام الفلاني تعطيك شيء آخر فأيضا النغمة التي تمشي بها نعرف هذه المقامات أنا بس أشير لها إشارة فإذا كانت هذه المقامات اللي هي تقريبا من صنع البشر من صنع العرب يعني وهذا أيضا من وافقة يعني شو يعني ما يتوافق عليه العرب ما يريده العرب من نغمات العرب من لحون العرب يسمى من لحون العرب توافقت على مقامات التي يغنون بها وينشدون بها بارك الله فيكم أحسن الله لك دكتور محمود لا بأس دكتور عبد الرحمن السالف طبعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين جزاكم الله خيرا ذكرت كثيرا ما كان في الباب الله يبارك فيكم لكن حقيقة عندي نقطتين أو ثلاث سريعة وهي أسئلة حقيقة أما الجانب الأول فهو الاستدلال الذي استدل به أستاذنا في الشعر الجاهلي على صحة الكلام أو الجملة القرآنية كما يقول عنه الرافعي على جمل القرآن وأيضا استدل ب أو ذكر بعض الأحاديث وهنا سؤالي الاستدلال بالشعر الجاهلي ينظر بطبيعة الحال فيه إلى ثبوته عن قائله ومعانيه إلى آخره وبالنسبة للحديث ما قولكم بالنسبة للحديث والاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في مسألة الاستدلال بالحديث على صحة الجملة القرآنية وبطبيعة الحال العكس كذلك الحال أن نستدل بالقرآن على صحة الجملة الحديثية هذا جانب الجانب الآخر ذكرتم سيدي مسألة الاضطرار وأن القرآن ليس فيه اضطرار وأن القرآن قد جاء بلسان عربي وهنا أقف عند بعض الأمور المتعلقة باللغة من البلاغة وغيرها التي قد تفهم على أنها من المحسنات ومن الجماليات والكماليات في اللغة لكن إذا دخلنا في معانيها الداخلية وجدنا أن فيها نوعا من العجز أو الضعف أدى بالقائل أو بالمتكلم أن يستعمل أسلوبا آخر لما عجز عن مراده بداية وأذكر هنا وما أدري هل توافق يعني هل هذا الأمر يعني إيش جوابكم عليه
كمثال يعني في مسائل المجاز مثلا، فهل المجاز قوة أم ضعف؟ هل المجاز قوة أم ضعف؟ هل المجاز فيه عجز أم فيه إلى آخره؟ فهذان الجانبان الرئيسيان اللذان خطرا في بالي. وأما النقطة الثالثة وهي الأخيرة في مسألة الوصل ومسائل أستاذنا يعرف الأمور في قضايا الوقف والابتداء والوصل بين الفواصل القرآنية، هل هذا الأمر يؤثر في معنى الفاصلة؟ في معنى الفاصلة هل تتأثر الفاصلة في حالة الوصل أو الوقف يعني الفصل؟ جزاكم الله بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن. دكتورة إلهام أبو عيشة، بس أنا عندي سؤال. تفضل. بالنسبة لسورة محمد عليه الصلاة والسلام، صح في كثير في الفواصل ميم 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 ميم، لكن نجد صعوبة في يعني قراءتها. يعني أنا بتهيأ لي أقرأ سورة محمد بستدرك سيرة سيدنا محمد قديش كانت صعبة، فما بعرف شو رأيكم إنه الكلمات صعبة. هل من تفسير يعني وجود حرف الميم فيها؟ دكتور إلهام أبو عيسى. دكتور رضا التاج. نشكر الدكتور على المحاضرة القيمة. هناك في أرقام للآيات، يعني نعتبر إنه الأرقام هي فواصل الآن. هي معظمها هذا السؤال. سؤال الأخ. الشيء الآخر إنه لازم إنه نوقف عند الفاصلة، لأنه في بعض الآيات عبارة مدهمة عن كلمة. وفي حوالي 50 كلمة لما تنتهي برقم. نعم. طيب هل هناك مداخلة أخرى؟ طيب إذن سيجيب أستاذنا عن الأسئلة بشكل يعني مجمل في غضون 10 دقائق. يعني أبدأ من الأول. يعني فقط أريد أن أعقب بالنسبة للفاصلة النونية. النون هو أجمل صوت بالعربية، وهو صوت شجي، يعني يعبر عن الخشوع، يعبر عما بداخلك، وسموه الصوت صوتا صميميا. لاحظ، لذلك جاءت 50% من فواصل القرآن على النون مثل ما تفضل الدكتور. وحينما أجريت مقابلة مع الشعر لم أجد النون هو الأول في القرآن، يليه الميم. في الشعر لم أجد هذا، ولكن وجدت شيء أيضا يعني يستحق أن نقف عليه، أن التسلسلات الأولى في قواف الشعر هي مطابقة للتسلسلات الأولى في فواصل القرآن، يعني أحرف الروي بالقرآن. كيف حدث هذا؟ لاحظ، هي هذه التسلسلات هي الراء والدال والنون والفاء والباء والميم، هذه هي من أخف الأصوات وأجملها، وتخرج من مقدمة جهاز النطق. فالعرب، هذا يتداخل مع السؤال اللي ذكره، يعني اللغة العربية هي موضوعة مقدسة العربية؟ حقيقة لما نصل إلى هذه الأشياء التي أيدها القرآن، يعني تشابه خلينا نقول القوافي التي هي في التسلسلات الأولى مع الفواصل التي تقع في التسلسلات الأولى، هذا التشابه ما يجي صدفة أبدا. دائما نحن نقول عربية بخصائصها وبصفاتها كأنها لا ندري، لا يوجد دليل عندنا، كأنها مهيئة من الله سبحانه وتعالى حتى تستوعب القرآن الكريم. لغة لا يتجاور في داخلها ساكنان، في اللغات الحديثة بها ساكنان وبها ثلاثة. حتى احنا درسنا في كليات الآداب، اذكر درسنا لغة فارسية، وأستاذنا يقول الشعراء الذين درسوا في بغداد وتعلموا العربية حينما عادوا إلى بلاد فارس بلادهم أخذوا ينظمون الشعر باللغة الفارسية
الأوزان العربية. فأنا استغربت، قلت له هذا يعني كيف وهم عندهم يلتقي ساكنان ويلتقي ثلاثة، كلمة دوست بالفارسية الواء والسين والتاء، هذا ما يمشي بالشعر. الشعر لا يقوم على التقاء ساكنين. شوف القرآن ليس شعرا، تقبل هذه الكلمات، وما من دابة لكن بالمد تخلص منها، وكأنما هذا المد أن تبعد الساكن عن الساكن. لاحظ شوف القراءات، علم القراءات بالشعر هذه ما تدخل إلا وهو حالل مثلا، متنبي حال، قال حالل فكه فتحها حتى لا يلتقي بها ساكنان. فالشعر ما ممكن يلتقي به، والقرآن الكريم استوعب بعض الكلمات لأنها كلمات عربية وجميلة، وفكها مرة فك الإدغام ومرة لا، ولكن التقاء الساكنين هو لا يكون في أصل الكلمة العربية في الأصل الثلاثي، وإنما في المشدد مد وهزة مثلا، هذه لما يجي الفاعل مثلا منها يعني بشكل إجباري سيلتقي ساكنا، لأن اسم الفاعل فيه فاعل ألف وبعد أول حرف من الحرفين المشددين أو من الحرف المشدد، فسيلتقي ساكنا بهذه الصيغة، لكن في أصل الكلمة لا يوجد أبدا. النقطة الأخرى بالنسبة لل يعني عربية نزلت أو لا، فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، من وجه آخر أنا أخذها هو أنه هنا فحدث جاءت فاصلة منفردة غير متناغمة مع ما يجاورها. طبعا هنا يعني إحدى المحدثات وهي بنت الشاطئ استشهدت أو استدلت بهذه الآية على أن التناغم ليس مهما بالقرآن، فهذا أنا رددت على هذا بشكل عام أنها قليلة استثنائية ويقتضيها المعنى، لم تأتي عبثا هي، وفي الوقت نفسه حتى يكون هناك فوارق بين الشعر وبين القرآن. وأيضا أذكر يعني أن ابن خالويه والزمخشري ذكر أن قراءة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأما بنعمة ربك فخبر، ورد فخبر يعني متناغمة، على هذه القراءة يعني لا يوجد خروج. يعني هذا موضوع الاستدلال، هذا موضوع آخر يعني، والمجاز قوة أم ضعف، هذه هي خلافات. بعض الناس يعني يستبعدون المجاز في الأوراء، ولكن احنا نأتي على كلام العرب. شوف هذا الكتاب اللي وضعته وهو تأويل القرآن بعادة العرب وسننهم، كثير منا يأتي مجاز يستعمله العرب، فالعرب ما داموا يستعملون المجاز فهو سنة من سننهم. القرآن الكريم أيضا يستوعبه، وطبعا العلماء يقولون يعني المجاز يكون قوة السبك في التعبير أقوى من مما تأتي على الحقيقة، لذلك التشبيه وأنواعه وأركانه هذه كلها تقع في المجاز. هذه آراء حقيقة أنا لا أؤيدها، أن القرآن ليس فيه مجاز وليس فيه مجاز. حتى أنا سمعت يعني رد على أحد العلماء، قال هو رجل ضرير، أنت تقول لا يوجد مجاز في القرآن، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلها، قال له أنت في الآخرة أيضا أعمى، قال له كيف؟ قال له الله يقول هكذا. يعني هو لا يستطيع أن ينكر أن هذا هو مجاز، هو أعمى البصيرة، أعمى عن آيات الله، هو ليس أعمى على المعنى الحقيقي. فما جاء وافق سنن العرب هذا نقول موجود في القرآن، هو موجود، ولكن بعضهم ينكره، يعني يلوون النصوص ويفسرونها يعني بشكل آخر يبعده عن المجال. هذا موضوع خلافي، كل واحد بما يؤمن به. أكتفي بهذا القدر. طيب كلامك بالكلام على بعضه لابد أن نفهم، يكون عندنا دليل اللغة العربية نزلت من السماء كما تنزل الأحكام على الأنبياء، أم أنها نبعت من الأرض زي ما بيقولوا علماء الاجتماع الأنثروبولوجيا
والدين ايضا نبع من الارض في نظريات نشات التدين بكون الدين نشا ونفهم القضيه. يعني انا يعني طرحتها كثير وبقولوا ما معنا دليل، نريد ان نخرج بجواب سليم جزاك الله خيرا. انا اقول لك لا يوجد اي دليل على ان اللغه العربيه نزلت من السماء، ما عندنا دليل احنا، ولكن احنا معجبين بصفاتها التي تحتويها، نقول كانها يعني نشات بعنايه الله وهو تمهيد لان تستوعب ايات يعني هكذا، والا لا يوجد عندنا دليل. ونعرف ان الذين يقولون ان اللغه توقيف اي من عند الله، تعرفون يعني على معناته، يقولون يعني مثلا اليهود يقولون ادم تعلم العبرانيه توقيف من الله، يعني تكلم بالعبرانيه. احنا ما نستطيع ان نقول، لا يوجد عندنا دليل، هذا الموضوع لا نعرفه، ما نستطيع ان نعطي به رايا لم يخبرنا به رب العزه. طيب اخواني بس ارجو ان تبقى الامور منتظمه حتى يعني على كل حال هناك قضايا كثيره تبقى عالقه في شان اللغه العربيه، سواء في موضوع المجاز الذي تكلم به عشرات العلماء او حتى في موضوع اصل اللغه. ابن فارس له يعني قول في ذلك، ابن جني له قول في موضوع توقيفيه، ام هي اصطلاحيه ام هي ما بين وبين او هي اراء اخرى. ولكن الذين يستدلون، حتى اريح الدكتور راشد، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسنه اهل العلم، اول من فتق او فتق العربيه واسماعيل عليه السلام، فاستدل الذين يعني يميلون الى ان العربيه هي توقيفيه بهذا الحديث انها نزلت على اسماعيل. الدكتور محمود مرعي أشر لي بيده هكذا، فلا أدري هي نصف ساعة أم نصف دقيقة. نصف دقيقة 30 ثانية. يلا تفضل يا دكتور. وأما بنعمك ربك تحدث، هذه تلاوة سيدنا علي التي وصلت إلينا مع جمهور كتاب الوحي. وأما بنعمة ربك فخبر فلم ترد في العشر في القراءات العشرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي ليست منها، ليست من العشرة. والمتواترة هي ليست فقط عشرة، أكثر من عشرة. نعم. بس هاي ليست منها، نعم. هي 30 ثانية من محسوبات هذول. يلا. فليست من القراءات العشرة، لا حفص ولا غير حفص، هذه تخبر. قد تكون من العشرة من القراءات اللي يسموها الشاذة، القراءات الشاذة التي لم يتوفر فيها عنصر واحد أو عنصران أو ثلاثة، لأن ابن الجزري قال: فكل ما وافق وجه نحوي. وكان للرسم العثماني احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القراني، يكون فيها واحد مختلف. هذه ليست من القراءات العشر. نعم. نعم. بس اقول القراءات الشاذه يعني الحقيقه لا يستدل بها في امور شرعيه. وان في الامور اللغويه ممكن. يعني خلينا نقول احسبها قول من اقوال العرب. بالامور اللغويه ممكن تستشهد بها وتاخذ بها، ولكن بالتشريعيه لا. نعم. بحكم السلطة لرئيس الجمعية أن يتكلم وأن يختم الحديث، يعني لا أستطيع أن أتجاوزه. يعني أتجاوزه. تفضل يا أطلع. تفضل مهندس حاتم في دقيقتين. يا مهندس حاتم، ما هو سلطة فيه. لا، ما أنا صاحب السلطة هنا الآن. كيف رئيس الجمعية؟ إذا قعدت مهندس حاتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحبه. حقيقة أنا سعدت بهذا اللقاء الطيب المبارك مع أستاذنا أستاذ الدكتور عبد المنعم، مع الأخوة الحضور كلهم ما شاء الله قامات علمية، كل واحد من أمامي عالم في تخصصي، أنا أعرفهم بعضهم، معظمهم أعرف أسماءهم وتخصصاتهم وشغلهم. وهذه الجمعية تستضيف العلماء ولا يحضرها إلا عالم، لا يحضر ناس من عوام العوام، وإنما من خواص الخواص. نحن يعني نستقبل، انا بصراحه ما شبعت من هذا الموضوع ولا اخذت 1% منه. الموضوع ضخم جدا، واتمنى كان انه الاستاذ الدكتور يعطينا اياه على الباوربوينت ويعطينا مكتوبا حتى نقراه ونعيد قراءته مره ثنتين. القران لا يشبع منه العلماء، ما بيشبعوا اي عالم في الطب، في الهندسه، في الفلك، في الزراعه، في التجاره، في الاقتصاد، لا يشبع من القران. فكيف هذا القران يعني نزل من تحت العرش؟ فإحنا الآن يعني هذه الدراسات العلمية تستحوذ القلوب، تجمعها، تعرف أنه تزداد علماً. وأعلم أهل الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال الله ربنا خاطبه 114
نصوص الأنبياء وقال رب زدني علما. رب زدني علما. إحنا بحاجة لعلم نعيش. أنا أزعم أن لو عشت 1000 سنة كل يوم بقرأ، أنا شخصيا كل يوم بقرأ 1000 سنة ما بشبع. فهذا يعني فرصة. القرآن بحر من العلوم والمعارف، إيش ما قرأت منه أي زاوية أي موضوع تتبع منه. لا يسعنا في آخر هذا اللقاء إلا أن نشكر أستاذنا المحاضر ونشكر الأستاذ عبد الله على التقديم، نشكر إخواننا الحضور كلهم. نتمنى إحنا الآن محاضرتنا رقم 173 احفظوها، وعندنا كمان 130 محاضرة على الزوم، على مش على الزوم في الأيام العلمية، يعني حاضرة عندنا أكثر من 301 شخصية اعتبارية وقيمية وصاحبة علم. فتمنى دائما إحنا هنعمل نرجع من جديد محاضرتنا في آخر الشهر، هتكون محاضرات هيك هكذا وجاهية، وكل عندنا محاضرات على الزوم يأتيها من بريطانيا ومن أمريكا ومن كندا ومن أستراليا ومن جميع الدول العربية والمغرب والجزائر بيحضروها على الزوم. اليوم مفروض تكون محاضرة تضخ على الزوم، ولكن سبحان الله القضايا الفنية هذه ما حصلت. جزاكم الله خيرا. أتمنى كل واحد المرة الجاي يحضر معه أخا أو أختا فقط واحد. لو عندنا الآن 30 وجاء 2 صاروا حيصيروا 60، والمرة الجاي كل واحد يجيب واحد حيصيروا 120. بارك الله فيكم. المتسع يتسع، المكان الضيق يتسع للقلوب. يقصد المهندس حاتم أنه في الأسبوع الأخير من كل شهر ستكون المحاضرة وجاهية، وبقية الأسابيع تكون أيضا الأسبوع الأخير من كل سبت تكون المحاضرة وجاهية، أما بقية الأسابيع اللي هي بقية السبتات تكون المحاضرة عن بعد. بارك الله فيكم باسمكم جميعا مرة أخرى، نتقدم بشكر جزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لأستاذنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة، ونشكر لكم حضوركم. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.